ايدي كارتي القهوة وفقا لمؤسسة القهوة الدولية، في حاجة اسمها كده. وفقا للمؤسسة دي خلال السنة اللي فاتت من يوم 1/10/2015 لحد يوم 14/10/2016 تم استهلاك اكتر من 9.18 مليار كيلو من القهوة، او ما يعادل 918 مليار كوباية قهوة. وبما اننا في حلقه النهارده هنتكلم عن القهوه، فمن الحاجات النادره اللي بحبها قوي في العلوم هو ترابط كل حاجه مع بعض، زي الكلام اللي جاي ده. مثلا البلد اللي انتوا شايفينها دي مصر، بس في 1800 كان في حد بيحاول ياخد الجوهره دي. الشخص ده كان نابليون بونابرت. اختصارا للوقت ومنعا من ان الحلقه تطول مننا حلوه جدا، خلينا في الاول نصحح كام معلومه عن نابليون. اولا، نابليون ما كانش قصير. طول نابليون بوحدات القياس الفرنسية كان حوالي 158 سم، بس ده بالاس اي يونتس او وحدات القياس اللي بنستخدمها النهارده، يعادل حوالي 170 سم. انا طولي 182 سم، وده معناه ان نابليون كان طوله حاجه كده. انتوا عارفين ان احنا اطول من احمد السقا، بس الاهم من طوله هو ان نابليون ما كانش من النوعيه الاكيله، مش زيك يا مفجوع. نابليون كان من هواة حاجه تانية، القهوة. هلا والله. فعلا نابليون كان بيحب القهوة جدا، لدرجة انه ساب مهنة احتلال الدول، وعامة مهنة احتلال الدول شغلانة صعبة شوية يعني، وبدأ يزرع شجيرات قهوة. حبه للقهوة وصل لدرجة ان لما نابليون قرب يموت، احد قادة الجيش بيقول انه كان بيترجاهم عشان يدوله قهوة، وبما ان الدكتور كان مانع، نابليون سحب له كام كوباية في الخباثة وخلع. ولا حياة لمن تنادي. القهوة كانت جزء كبير من حياة ناس مشهورة عبر التاريخ غير نابليون. بيتهوفن، بنجامين فرانكلين، أحد الناس اللي أسست أمريكا، واللي صورته برضو على $100 الأمريكية. لو عرف إن الموكوس اللي اسمه ترامب ده هيمسك. الناس دي وغيرها كتير كانوا بيحبوا القهوة. بيحبوا إيه؟ بيعشقوا القهوة. وأنا عارف إن في ناس من الجمهور فاكرين إنهم وصلوا لمفتاح النجاح أو مشروب النجاح في الحالة دي، فخلونا نتكلم عن تاريخ القهوة شوية. يقال ان تم اكتشاف القهوه على يد راعي غنم عربي اسمه كالدي. كالدي شرب جوجل. المهم، كالدي في يوم من الايام بيتنزه في حدائقه. وحش امسك انت يا ثور لا ما تهزش راسك. وبينما كالدي بيتامل في السماء الشاهقه والانهار الجامده جدا، اذ به يرى الغنم بتاعه بيتجنن بعد ما بياكل التوت بتاع النبات ده، كافيا ارابيكا، وده الاسم العلمي لشجيرات القهوه اللي نابليون كان بيزرعها. الغنم كان بياكل التوت من هنا ويتجنن من هنا. المهم، كالدي شاف الموضوع ده وقال لا انا عايز من ده، وقام زي البغل واكل شويه، وحس بطاقه غريبه ونشاط غير عادي. المهم، خد شويه توت وراح بعد كده الدير. ولو نفسك تعرف ايه علاقه الدير بالقصه، ده تاريخ. انت مالك؟ قاده الدير شافوا التوت اللي بيعمل نشاط ده وقالوا لا هذا فسق، وقاموا بعد كده راميين التوت في النار. والتوت طلع ريحه حلوه. بعد ما شموا الريحه قالوا الواد كالدي يلم التوت المتحمص ده، اهو نعمله بخور لو احتسنا. كانوا ظراف قوي. المهم، رموا التوت المتحمص ده في ميه مغليه، وهوب دبل كيك، عملوا الشكل البدائي للقهوه. وتوته توته خلصت الحدوته. النهارده القهوه بقت مشروب عالمي، تاني اكتر منتج بيتم استبداله بعد البترول، سواء بتشرب انسن كوفي زي نسكافيه، او بتشرب القهوه من على كنكه، او بتشتريه ب10 جنيه من عند ستاربكس. وعامه بعد زياده الدولار احتمال كبير ان كوبايه القهوه عند ستاربكس تبقى ب42 جنيه. ما علينا. المهم، ان معظمنا يعرف القهوه ان لم يكن بيحبها لدرجه العشق. وهنا نبدا نتكلم عن علم القهوه. القهوة مركب كيميائي معقد جدا، والحاجات المختلفة اللي موجودة جوه القهوة هي اللي بتعمل القهوة اللي احنا بنشربها كل يوم. أولا، القهوة تحتوي على أنتي أوكسيدنتس أو مضادات أكسدة. الأنتي أوكسيدنتس دي موجودة في الأكل اللي بناكله، وبتقلل أو بتمنع أكسدة الجزيئات جوه الجسم. الأكسدة معناها إن الحاجة بتتفاعل مع الأكسجين، ولما الجزيئات اللي في جسمك بتتأكسد، الدنيا بتتلخبط بعد الشر عليك، أمراض وحاجات كده. في 2004 دراسة حاولت تقارن ما بين محتوى الأنتي أوكسيدنتس في القهوة مقارنة للحاجات التانية، وطبعا القهوة انتصرت. وجود الانتي اوكسيدنتس دي ممكن تقلل امراض كتير. في 2002 فريق من الباحثين مسك 3042 شخص، وجابوهم وخدوا منهم شويه عينات دم، وسالوهم بيشربوا قهوه قد ايه. بعد 10 سنين الناس دي رجعت تاني وقاسوا عندهم السكر، واكتشفوا ان الناس اللي كانت بتشرب قهوه اكتر كانوا عرضه اقل ان يجي لهم سكر. وللعلم والايضاح، الكلام ده مش معناه انك تحط لي 12 معلقه سكر جوه كوبايه القهوه وتقول لي السكر جالك منين، تبقى عبيط استاذي الفاضل. الكلام ده اتعاد في كذا بحث، وكله بيشير لان القهوه بتقلل فرصك في السكر. ثانيا، الكافيين الوحش الشقي. خليني كده اقولها في وشكم، الكافيين ده ستيمولنت او منشط. هتسالني منشط زي المنشطات اللي بتوع الاولمبيكيات بياخدوها؟ هقول لك اولا اسمها اولمبيات زي المنشطات بتاعتهم، بس زي ما تقول كده كوكو الضعيف. التأثير اللي كالدي شافه في الغنم بتاعه ده كان بسبب الكافيين، واعتقد انه حان الوقت اننا نفهم الكافيين ده بيعمل ايه بالظبط. جسمك بطبيعته بيفرز حاجات اسمها الدينيسينز، ودي بتعمل الآتي. مخك متركب فيه حاجات اسمها الدينيسين ريسبتورز، وانت شغال في اليوم الادينيسينز دي بتملى الريسبتورز وبتبدا تتعب. لما الريسبتورز كلهم يتملوا انت بتكون جبت اخرك ومحتاج تنام. الفكره ان الكافيين قريب جدا في تركيبته من الادينيسين، وده معناه انك لما بتشرب قهوه الكافيين بيحل محل الادينيسين، وبما ان الادينيسين ما بيملاش الريسبتورز حضرتك ما بتتعبش. ثالثا الكافيين برضو بيخليك سعيد ومبسوط. في 2015 بحث اتنشر في مجله نيتشر اثبت ان الكافيين بيخلي مخك يفرز حاجه اسمها الدوبامين او هرمون السعاده. بعد ساعتين من شرب القهوه مزاج الناس كان احلى كتير. بالرغم من كل الكلام الجميل ده، في اشاعات بتقول ان القهوه بتجيب ادمان، وعامه الكلام ده صح. ترى خلينا نرجع تاني لرسمه الادينوسين. مع شرب قهوه كتير جسمك بيحتاج يزود عدد الريسبتورز اللي في المخ، وده معناه انك لو شربت نفس الكم من القهوه الادينوسين هيملى الريسبتورز الفاضيه وهينيمك، فهتحتاج تشرب اكتر عشان تمنع الموضوع ده. بالبلدي جسمك بيتعود على الجوينت ومحتاج 2 جوينت عشان يعمل نفس المزاج. مما لا شك فيه هو ان القهوة متعارف عليها في المجتمع العلمي انها منشط، وان تأثيرها زي تأثير المخدرات، لو شربت قهوة بكميات معقولة الفوائد دي هتيجي في صالحك. توماس تباليس دكتور في جامعة فاندربيلت بيقول ان 19,000 بحث اللي اتعملوا على القهوة بيثبتوا ان منافع القهوة اكتر من اضرارها. بس تاني لو اي حاجة اتشربت بكميات كتير هتعمل لك ازمة. نابليون بونابرت القائد العظيم كان هيموت على بق قهوة قبل ما يموت. وبعيدا عن صحة القصة، اعتقد ان القصة فيها عظة لشاربي القهوة. ولو انت من مدمني القهوة اللي متضايق قوي من الموضوع، قلل من القهوة اللي انت بتشربها يوميا، وهتلاقي ان gradually تدريجيا انت قللت من القهوة خالص. القهوة جزء من يومك، جزء. وكالعادة لازم ننور الضبط. Like it, that's the way, we like it, بنجرب المايك. وفقا للمؤسسة خلال السنة اللي فاتت من يوم 1/10/2015 ليوم 10/16/2016 That's the way I like it الكهوة. الكلام ده مش معناه انك تحط لي 12 كوباية معلقة